كاين ما كنخدمش من ايام عاد كتضرب عن الماء وبقيت نتابع الاضراب عن الطعام. يعني السلام عليكم الاخوان مباشره من امام السجل المحلي عين سبع بالدار البيضاء لحظه خروج المعتقل السياسي والناشط الاعلامي المهندس صاحب الجنسيه الامريكيه شفيق العمراني. شفيق العمراني اللي اثار الاعتقال ديالو ضجه كبيره على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي. شفيق العمراني اللي تحاكم ابتدائيا بثلاث شهور حبسا نافذا، خدا فيها 89 يوم اضراب عن الطعام، وهذا رقم مهول ورقم مفزع. 10 ايام اضراب على الماء والطعام. 10 ايام اضراب على الماء والطعام. تحيه الصمود لابن الشعب المغربي، ابن منطقه يحيى، سيدي يحيى الغرب، تحيه ليه، تحيه للعائله ديالو اللي كانت صامده وكانت مواكبه، تحيه للرفاق اللي تضامنوا مع شفيق العمراني. هذه الثلاث ايام الاخرى دوزت في موريزلو، اثنين وثلاث ولا اربع، جاتني ازمه قلبيه ومشي داروا لي التخطيط الاول والتخطيط الثاني، قال لك عندك عرق مبوشي، وداروا ما يسمى ربما كتسمى القسطره. كيف ما كتشاهدوا، كيف ما كتشاهدوا شفيق العمراني، الحاله ديال الاضراب عن الطعام. يمكن لك تفضل استاذ في السياره. شكرا انك وقفتي معنا، شكرا انك عطى الدراري كلمه ونزل من الطوموبيل على قبلهم. تفضل شفيق. سؤال اسمح لنا، رهقنا. كنعلم التضامن ديالي مع المؤرخ استاذ معطي مجيب، وكنعلم التضامن ديالي مع هاد الجوج ديال الاسود اللي في حدود علمي انهم مضربين عن الطعام. طعام صحيح. انا دخلت بقنطار 6 كيلو، دابا فيا 73، خليت 33 كيلو لداخل. هاد السيد هذا الصحفي الجهبيت سليل العالم الجهبيت والمجاهد بطل معركة واد المخازين سليل ديال سيدي احمد الريسوني مضرب عن الطعام، ما فيش قنطار 6 كيلو، هذا فيه كمشه ديال 58 كيلو بالضبط، كمشه ديال اللحم. امراض مزمنه، كيعاني من امراض مزمنه. هذا مستحيل. واحد القضيه كنقولوا، كنقول واحد القضيه كنقول على مندوب ديال التامك اللي هو اللي ناطق باسم خويا نور الدين. خويا نور الدين فعلا كل ادانه للتامك. دابا حنا الوقت اللي فيه شفيق انا ما كرهناش، كنت جلس غير في السياره استاذ. السيد هذا الطوموبيل كنت جلس في السياره الاربع ايام الاولى. معليش 89 يوم. الاربع ايام الاولى كنت في زنزانه فيها 22 واحد، كانوا الدراري تما السجناء الله يعفو عليهم، كانوا تيكميو الدخان الكارو مع الاضراب عن الماء والطعام، كان تيشكل لي واحد التعذيب رهيب جدا 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 ما تتوصفش. هاد السيد هذا دار اضراب عن الطعام، هو تيتكيف تيكمي تيكمي، دار اضراب عن الطعام هو تيكمي مع عمر الراضي ديالك. بمعنى الكارو يتعب الاضراب على الطعام، تقرب الاجال. الكارو مع الاضراب عن الطعام يقرب الاجال. صحيح. هذا فيه 2 كيلو، 2 كيلو كمشة ديال اللحم. كمشة ديال اللحم ما يقدرش يصبر على اضراب عن الطعام. الا صبرت انا 89 يوم فلانني دخلت في قنطار 6 كيلو. تبارك الله. دخلت بقنطار تبارك الله. وهذه رسالة موجهة للشعب المغربي. ها هو شفيق العمراني يغادر أسوار السجن كيلبس القميص ديال التضامن مع الحرية، وفعلا الحرية اليوم لشفيق العمراني. شفيق العمراني يتضامن مع عمر الراضي، يتضامن مع سليمان الريسوني. الناس أنا بحكم التجربة ديالي المسؤولين جاوا عندي وكانوا تيطلبوا مني باش نفكك الإضراب عن الطعام. هذاك الطلب ديالهم انني فكرت الاضراب عن الطعام كان تيشكل لي تعذيب كبير بالنسبه لي. علاش؟ لانني ما دارش اضراب عن الطعام 2 في الاعتقال، ودار اضراب عن الطعام احتجاجا على هذا الاعتقال تعسفي. كنت داير هذا اضراب عن الطعام لان بلاصه ماشي هنا، لان مواطن امريكي جيت نزور حبابي هنا في المغرب وصحابي وجيراني وعائلتي. فلا يعقل شمن رساله عطاتها للدوله المغاربه الخارج، مغاربه الشتات. شنو قالت لهم دابا الدوله؟ قالت لهم ما عرفتش انا وياكم تجيو للزريبه. ما عرفتش انا شنو بغات تقول لهم. فاش كتولي كتحاكم على تدوينه وعلى قناه ديالك في اليوتيوب
اللي الفيديوهات ديالي كلهم درتهم من فوق التراب الامريكي تحت حمايه الدستور الامريكي. هو اللي عطاني هذه الحريه باش نكون انسان حر نعبر على الاراء ديالي الحقوقيه والسياسيه من فوق التراب الامريكي. مختصر كلمه حريه التعبير في المغرب. الاخوان بغيت نضيف بان ثلاث ولا اربع فطرت بالصايم، صمت هذه الايام كلها هذا رمضان باستثناء ثلاث ولا اربع بالحاح من لي بروفيسور ديال موريزكو، يعني جوج وثلاثه اربع ماي جوج كنت صايم ولكن ثلاثه واربعه فطرتي لانه الحاح كبير من لي بروفيسور والدكاتره ديال موريزكو، ففطرت لحقاش اضطروا باش يعطيوني مع ثلاثة الصباح، عطوني أربعة الكينات وأربعة الصاشيات تقول لي إذا هنيئا بالحرية. بالحرية الجزئية بغيت نقول هو أنا بحكم التجربة ديالي أي واحد كان تقول لي خصك تفك ربع الطعام كان تيشكك لي كيشكل لي هذا الطلب هذا تيشكل لي تعذيب، لأن المخاطب اللي خصو يتخاطب هو المسؤول على الاعتقال ديالي. أنا لحد الآن مازال ما عرفتش شكون هذا الانسان اللي هز التليفون قال لهم اعتقلوا شفيق العمراني الملقب بعروبة في امريكا. ما عرفتوش، من حقي نعرفه كمواطن شكون هذا الانسان اللي فكر ودبر وقرر وقال شفيق العمراني خصو يتعتقل. كيف يعقل بانني ندخل في 2013 وندخل في 2019 جوج د المرات وتجيني رسائل من عند مالك البلاد ما فادوها سيدنا راضي عليك وتقول لك مرحبا بك في بلادك، فبين عشية وضحاها 2021 ما تبقاش سيدنا تقول لك مرحبا بك في بلادك، تولي واحد الانسان اخر كلمته فوق كلمة ملك البلاد تقول لا شفيق العمراني الملقب بعروبة في امريكان لا اهلا ولا مرحبا به في المغرب. شفيق العمراني الملقب بعروبة في امريكان مكانه عكاشة، مكانه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومن الفرقه الوطنيه الشرطه القضائيه المحكمه الابتدائيه باش يمدوا الحراسه النظريه. شوف السي شفيق، السي شفيق العمراني هذه ضريبه، ضريبه اديتيها وتحيه لك وتحيه ديال الرمز والصمود. هاد الناس هادو انا مازال ما فهمتش كيفاش مواطن مغربي عنده مويلات جنسيه شغله هذاك يدير تدوينه صحفي تشد عليها وعام مازال ما عرفناش كاع علاش باش حاكمين عليه. لماذا يتابع في حالة اعتقال رغم المحنة ورغم كل شيء يفكر في الآخر شفيق العمراني؟ وهذه طينة الكبار. أنا كنطلب من الصحفيين يتحروا ويعطيونا الرقم الحقيقي ديال الناس اللي في السجون المغربية متابعين في حالة اعتقال احتياطي، وحنا ديجا عندنا الاكتظاظ في السجون وعندنا قلة الموارد البشرية، فكيف يعقل انا فاطر اعطيني قرعه الماء شي واحد كاين قرعه كاين شي قرعه الماء ما كايناش كايناش حتى في الطوموبيل او ما كاينش حتى منين تخاد. لا معليش حتى شي حاجه يونس خويا خاصك اول حاجه كلمه غادي نقولوها على قبل من دوب تخبر باش تكون مختصر عافاك لان شفيق من دوب ديال التامر اللي خرج ببلاغ وكيشكك في اضراب ديال الطعام ديال الصحفي الحر عمر الرادي وسليمان الرسولي وشفيق العمراني اللي خرج ببلاغ وكي بلغ تهديدي ان لا عيب انه موظف عند الشعب ولا اصبح ناطق باسم الحكومه باسم النظام كيهدد العائلات وكيوصفهم بكلمات قدحيه قدحيه. كنقولوا من هنا ان هاد حنا ماشي في دوله، حنا في زريبه حكم واحد العصابه، لان كاين واحد العصابه هي اللي فوق القانون للعصابه اللي كيتحكموا في المصير ديال هذه البلاد وكيتحكموا في كل شيء. تجدين تجدين شفق عماد، لا سولتك على حريه التعبير والعدل في المغرب. الاعتقال ديالي اكبر دليل باننا نعيش باننا في المغرب تنعيشوا بحبوحه الديمقراطيه وبحبوحه حقوق الانسان، والله باباه جو بايدن ما عنده حريه التعبير وحقوق الانسان اللي عندنا حنايا هنا في المغرب، هادشي اللي نقدر نقول. والله باباه جو بايدن ما عنده هذه الحريات اللي عندنا حنايا هنا، ما عندوش وما عندوش حقوق الانسان اللي عندنا وما عندوش الديمقراطيه اللي كنعيشوها هنا. حنا راه تنتمرغوا في الديمقراطيه وحقوق الانسان. صافي هنا باش ما بغيناش نكرفصوا. بشويه كاينين الناس تيموتوا كاينين الناس تيموتوا. هذا راه صاحبي هذا سليمان تحيه لي. هذا راه صاحبي راه تيموت لداخل، راه من واجبي من واجبي الاخلاقي من واجبي الاخلاقي انني نتكلم. دخل الحصن لا شكرا. واش كيسوي الاخلاقي نتكلم على صاحبي مضرب عن الطعام لداخل؟ الحمد لله على سلامتك. سليمان الريسوني صحفي
لا يعقل. باش صورة جماعية الدراري. إنسان مغربي. أجي صورة جماعية، شي صورة جماعية، شي صورة جماعية بشي. صورة. أنا راه أنا من بعد نطروس في لكم. مازال ليفنا اسمي يونس، مازال ليفنا. خلي غير خلي بقى شاد الليف. كيف ما كتشوفوا مازال امام انا الشيء اللي حاسس به من امام السجن عين سبع بالدار البيضاء تضامنا مع المعتقل السياسي والناشط الاعلامي شفيق العمراني. شفيق العمراني وعانق الحريه الجزئيه الحريه لشفيق العمراني الحريه لكافه المعتقلين السياسيين شفيق العمراني كنهنئوك بهذه الحريه الجزئيه ونتمناو الحريه الوطنيه ان شاء الله وتحيه عاليه لك على الصمود ديالك على داك الشيء. نضيف واحد الكلمه تفضل مازال كنس مساله غايه في الاهميه واحد المساله مهمه جدا 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 الحبس علاش دار العقوبات السجنيه علاش دارت ورحمه الله وبركاته انا العقوبات السجنية علاش دارت؟ دارت العقوبات السجنية دارت باش ما تكونش حالة العود. العقوبات السجنية دارت عباد الله العداوة عباد الله. العقوبات السجنية دارت باش ما تكونش حالة العود. باش ما تكونش حالة العود. أنت سرقتي تنشدوك في الحبس باش لا خرجتي ما تتعاود تسرق. أنت قتلتي تنشدوك في الحبس تنعطيك عقوبة سجنية تتخرج ما تبقاش تقتل. درتي اغتصبتي تنشدوك في الحبس باش ما تخرج ما تعاودش تغتصب. العقوبة السجنية دارت باش ما في حالة العود في الحالة ديالي من دايوان ملي تشديت عن الفرقة الوطنية الشرطة القضائية وانا كنقول لهم هاد الشرط هذا ديال حالة العود غير متوفر فيا لان حالة العود ثابتة انا مقتنع ومآمن بانني ما دايرش شي جرم انا كنت كنعبر على ارائي الحقوقية والسياسية من فوق التراب الامريكي اذا الاعتقال ديالي عاد تضيعوا وقتكم وتضيعوا الفلوس ديال دافع الضرائب في الخوا الخاوي انا حاله العود ثابته والدليل انا خرجت وباقي تنقول هذاك الشيء اللي تنقوله ولكن دابا الفرق ما بين شفيق ديال ما قبل الاعتقال وشفيق بعد الاعتقال السياسي هو التاج اللي ولا على راسي والوسام ديال الشرف اللي ولا معلق في صدري اللي الاسم ديالو معتقل سياسي سابق هذه رقم واحد رقم جوج وليت عندي دابا ولا شفيق العمراني ما بقاش تيعبر على الاراء السياسيه والحقوق ديالو من فوق التراب الامريكي لا مولاي شفيق العمراني المعتقل السياسي السابق شفيق العمراني الملقب عرب في امريكان بعد الاعتقال السياسي ولا يعبر على ارائه الحقوقيه والسياسيه من فوق التراب المغربي ومستعد للاعدام لان الاعتقال ولا كيتبوا لي انا زيرو هاد الاعتقال بالنسبة للحالة ديالي أنا تنعتبرو هدر للمال العام يعني البارح كان تتخلصوا من الغرق ديال الفلوس على واحد الإنسان النهار اللي غادي يطلقوه غيخرج غيقول نفس الكلام ما كايناش حالة العود غير متوفرة في الحالة ديالي إذا أنا كنطالب الملك ديال البلاد حكومة ديال البلاد المسؤولين ديال البلاد باش إلا هما مقتنعين بأنني كنرتكب جرم بالتعبير عن آرائي السياسية والحقوقية فكنطالب منهم وراسي مرفوع باش يحكموا عليا بالاعدام ونفذوه في 48 ساعه كما نفذوه في كوميسير ثابت في قنيطره عندنا نفذوه علاش حيت حدهم مازال ما عدمونيش غادي نبقى نقول كلمه الحق الى ان القى الله وراسي مرفوع تحيه عاليه تحيه عاليه لشفيق العمر ما كنخافش حتى من شي واحد ما كنخافش من محمد السادس لان محمد السادس ماشي بعو موظف هذا الشاب لا محمد السادس ماشي بعو المسؤولين بغاو يصوروا لنا بان محمد السادس بعوق ما تنخافش من جو بايدن لان جو بايدن ماشي بعوق ما تنخافش من الحكومه كامله من راسها حتى لساسها لان حتى شي واحد فيهم مبعو ما تنخاف حتى شي واحد اللي تنخاف منه هو الله سبحانه وتعالى وكنطالب المسؤولين صاحبي راه تيموت وهذا السيد راه تيتكيف وانا دوزت اربع ايام مع 22 معتقل في زنزانه اسمح لي غادي ندير استاذ تفضل السياره ديالك استاذ شرف عندي واحد الشهر جمعي عندي واحد الشهر جمعي انا بديت معاك من الاول عقلتي عليه ايه مرحبا البارح بعدا ناقشوا هذه القضيه ما عندوش مسكين باش عندوش ما جيتيش معليش اشرف واش ما جيتيش شكون انت لابس خسارة خلي القديمة تقول لك الواجهة لا راه شدي الواجهة صافي خلي تجاوز تجاوز دابا تفضل أستاذ تفضل صافي تفضل ونور الدين
يلا سير. تفضل تفضل. البارح حدا النيابه العامه تقول لك انت مريض، واش هادشي كاين ولا اش بان لك انت دابا؟ اش بان لك انت دابا؟ لا واش بان لك انت دابا؟ كتسول واش مريض؟ اش بان لك انت دابا؟ اش بان لك؟ واش على المرض علاش ما جيتيش ولا شحال؟ كنت موريز قول من الاثنين بالليل جيت البارح. شفيق شفيق واش كيدبوا علينا هادو؟ هادو بلاتي اللي معنا واحد خليه يطلع للسياره ديالو خويا. مريض واش مريض؟ شكرا 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 كيبان لك كلشي سيدي نور الدين الله يحفظك. سيدي العمران يونس بركاوي مازال يهضر لك على مازال غنتواصلوا غادي نعيط لك عند الاخ محمد مازال غنتبعوا مازال غنتواصلوا ما عرفتش هضرت معك اخي. شكرا للاخ الحمد لله على سلامة شفيقة العمران. تحيد انا بغيت ندير سليمان ولكن ندير به شي بيلا مالو؟ ندير به شي تراك بيلا بيلات انا نحيدو نقول له هو لا نديرو لا ما تحيدوش لا ثلاثة لا نديرو كليب نديرو بيلا ثلاثة صافي خليه يركب في السيارة ديالو خليه يركب في السيارة ديالو. الحمد لله على سلامة شفيق العمراني. شفيق العمراني تيبلغ لكم كاملين تحية. سمعت بأن مندوب المندوب السامي ديال إدارة السجون قال بأنني تناكل العدس. لا 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 العسل 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 بغيت اسمح لي بغيت المغاربة كاملين بلاتي 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 بغيت نقول للمغاربة كاملين إذا كان المندوب السامي ديال إدارة السجون تعتبر بأن العسل ماكلة وتيقول عليه بأنه تياكل العسل تيقول عليه بأنني كياكل العسل كناكل العسل وبغيت نقول للتامك بأن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم تيقول لنا أن العسل شراب ماشي طعام. أنا كنت داير إضراب عن الطعام ماشي عن الشراب. إلا داير إضراب على الخزو ولا داير إضراب على اللحوم ماشي غتمنعني من البطاطا وما عطاوني العسل حتى بقات لي قسمين وباش نخرج عاد عطاوني العسل وما خلاوش العسل اللي جابوا لي دارنا من سيدي حي الغار اللي حر العسل الحر لا عطاوني السكر دايب اللي شريته هنايا ب 23 درهم من إدارة السجون 23 درهم واش عباد الله قابصة قداش فيها رابعة ب 23 درهم واش دايره الدبان ولا النحل هذاك السكر دايب المضرب عن الطعام من حقه لانه ما يقدرش ياكل السكر بحال هكا ما يقدرش ياكلو لانه المضرب عن الطعام من حقه ياكل سكر دايب في الماء. انا السكر 28 عام ما دخل لي الخيم تيضر في ذاتي اطلتهم باش يجيبوا لي اهل ارتاح 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 تفضل استاذ تفضل بزاف الناس تيبلغوا لك تحيه بزاف الناس تيباركوا لك السلامه ديالك واكيد لنا لقاء الحريه الشفيق العمراني الحريه الكابت المعتقلين السياسيين اليوم كيف ما تابعنا الحضور الخروج ديال شفيق العمراني من السجن تحية الأستاذ شفيق راه متابعينك شكرا الله 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 يا ودي شوف سيدي شفيق راك بعيوننا والحمد لله وعلى سلامتك عندي شي وقت سيدي نور الدين بقيت الله يحفظك الله يا علي اسمح لي ياسين خويا بلا تسد الباب الله يحفظك اسمح لي يا استاذ اسمح لي سبع بالدار البيضاء كان معكم هذا المباشر من امام السجن شفيق العمراني يرتدي قميص تضامن اللغه الانجليزيه تحيه عاليه لشفيق العمراني تحيه عاليه للمتتبعين بقاو معنا اكيد اننا غنمشيو مع شفيق العمراني ليلى الله يحفظك شكرا او شكون عنده جاكيتي عند من لا 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 جيب جاكيتي انا نور الدين جاكيتي الله يلعب يا رب شفيق العمراني الان كيغادر اصوات سجن تحيه عاليه لشفيق العمراني
تحية عليلة. علي الجاكيت يا صاح. اي واش داك ديال المخابرات؟ هو تاب جخام مع رشيد راه عاقبي. سرعة شوف لا الحرية ثم الحرية لشفيق العمراني. معنا الأستاذ نور الدين الزعيم الساسي، معتقل سياسي سابق، نور الدين العواش كذلك، اليوتيوبرز تاج الدين. تحية متابعة الحرية والحرية لكافة. الحمد لله اليوم كان نهار كبير أنه الإطلاق ديال صراحة شفيق العمراني. تاج الدين تفضل. الاخ شفيق واللي كتبان هضر عليه هو القضيه ديال الاعتقال السياسي في المغرب، يعني شنو مثلا اللي خلى الناس يهضروا، اللي خلى الناس يبقاو يعبروا على الاراء ديالهم؟ الظلم والجوع والجور هو اللي خلى هاد الناس يعبروا، والاعتقال السياسي ما عمره ما غيكون حل، ما عمره ما غيسكت هاد الناس. كما قال شفيق عمراني راه خرج من السجن وما زال غيدوي، وخرج المهداوي من قبله ومازال كيهضر، وخرج مول الكاسكيطو ومازال كيهضر، راه واخا ضلوا ديروا في الاعتقال خاص حل. اما مساله الاعتقال ما عندها باش تفيد، ما عمر سكت ولاد الشعب، لان الظلم هو اللي مدويهم والجور هو اللي مدويهم. حنا تحيه عاليه كما كتشوفوا، تحيه لولاد الشعب، تحية ولاد الشعب. تحية تحية عالية، تحية لولاد الشعب، تحية لبنات الشعب، وتحية للمتتبعين الكرام. وكنقولوا باننا هذا دور لي يا خويا، نعطيك كلمة. انا ما عطيت لك كلمة لا مع شفيق لا مع الحرية. اليوم نهار كبير هذا، الإطلاق ديال المعتقل السياسي شفيق العمراني كانت حاجة زوينة. استنبوني دي هذا النهار هذا. شكرا للناس اللي جاوا ضامنوا باش يستقبلوا شفيق العمراني. وصراحة كنا كنتمناو ان يكونوا العديد من المناضلين، يكونوا العديد من ولاد الشعب، ولكن حتى الإدارة ديال السجون كانت متوقعة هادشي، خرجاته تقريبا مع 6:30 ديال الصباح، فهمتيني، باش ما يكونش داك التضامن الواسع، ما يكونوش مواقع الكترونيه، ما يكونش بزاف. ولكن رغم ذلك ورغم كل شيء اعلنا التضامن ديالنا مع شفيق العمراني، وفرحنا بالاطلاق ديال الصراح ديالو. شكرا لنور الدين العواج، تاج الدين، الزعيم، للعائله السيد الفريق بكري، وجا وتكلف تنقول بقى مسكين وفيقنا نجيو نستقبلو. وتحيه كيف ما قال لك السي نور الدين، هذا واجب واجب تنقوموا به. شفيق العمراني الان خارج اسوار السجن كما كتشوفوها، هو في السياره ديالو، هذه السياره اللي للاسف 33 كيلو. هذه كانت رساله للناس اللي تيكذبوا الاضراب ديال شفيق العمراني. راكم شفتوه كيولى تقريبا 33 كيلو اللي ضاعت منه، 33 كيلو اللي مشات، وراك شفتوا له. وتحيه للناس اللي بقاو متضامنين مع شفيق العمراني رغم ما اثاره المخزن وبداو فيا كنوضين بزاف. حنا كنضامنوا مع القضيه اول حاجه اللي هي راه الاعتقال، لان كنقولوا الاسري بان ديال الاضراب عين الطعام. راه اليوم الصوره راه جينا دعوك شفيق العمراني كان فيه، حنا كنعرفوا شفيق العمراني كان غليظ وضخم، كان فيه 110 خارج دابا فيه 73 كيلو. راه باين شي الحاله التبونيه الجسميه ديالو راه ضعيف، كتشوف راه حنا شفنا ضعيف. اولا شفيق العمراني تعتقل اعتقال سياسي، ماشي هو بزناز، ماشي هو اللي هرب الثروه، ماشي هو اللي هرب المال العام، تعتقل على قبل الراي ديالو، قبل الكلمه ديالو. وكنقول من هذا المنبر عوض خاصنا نوجهوا السهام للعصابه الحاكمه اللي كتحم وكتحكم مصير ديال الشعب المغربي ومستقبل ديال الاجيال. ما نبقاوش نبقاو بعضياتنا، كنتمنى وراه اليوم المعركه مازال في عكاشه. سليمان الريسوني اللي دخل في مرحلة خطر، اللي هو الوزن ديالو ضعيف، واليوم واصل 29 يوم ديال إضراب عين الطعام، واللي امتنع الدواء، لأن كيعاني من أمراض مزمنة. النقطة الثانية اللي
امتنع عن الوصفات الطبيه وعن فحوصات طبيه، وكنقولوا ان التهديدات اللي تلقات الزوجه ديال سليمان الريسوني من طرف الذباب الاستخباراتي لتهديد العائلات، وهذه سياسه الاساليب ديال القديم الجديد ديال سنوات الرصاص اللي مازال هي مستمره. ان كيفاش التامك اللي كيقول انه ولا هو الناطق بالرسمي وانه راه هو حتى موظف عند الشعب باش خرج بلاغات تكذيبيه، خرج الزبزبي ضرب اضافه الطعام بلاغ تكذيبي، خرج مهمات ولا بلاغ تكذيبي، وكتقذف العائلات اوصاف قدحيه. هذه خصك محاكمه جماهيريه ديال الشعب المغربي، انك خصك تحاكم. تحاكم علاش؟ تحاكم على قبل هاد على قبل القدح ديالك، وعلى قبل التهم الملفقه اللي كتلفقها العائلات. وتحيه والحريه، موعودنا مع الحريه في الشارع، والشارع نزع الحقوق ديالنا والكرامه ديالنا. وتحيه للرجال في مكانه وكيف مكانه واينما وجدوا، وتحيه للحرات والشريفات اللي ولدوا ابطال، وتحيه لكل حره وحره اللي وطول التضامن والحريه لكافه المعتقلين السياسيين. اليوم كانت السعاده ديالنا كبيره بالخروج ديال المعتقل السياسي شفيق العمراني. كنشكروا كاع الناس اللي تضامنوا معنا، وعلى راسهم الاستاذ نور الدين زعيم ساسي معتقل سياسي سابق. يمكن لك تعطينا شي كلمه سي نور الدين؟ الحمد لله على سلامته عائلته والجميع المغاربه الاصدقاء ديالو خارج الوطن وداخل الوطن. كنختصر بهذا الكلام، هذا هو كلام كثير ولكن ماشي ساعته دابا باقي. انت بحكم انك عندك تجربه ديال الاعتقال السياسي فكتعرف ذاك النهار، وربما خدتي اضرابات طعاميه كثيره وكتعرف ذاك النهار ديال الافراج كي تيكون عندك بالنسبه لك، يعني تقدر تقول لنا انت دابا باش كيحس شفيق العمراني؟ هذاك هو اللي خلاني تقريبا من 5 الصباح عندي شي 3 السوايع اللي حاولت باش ناخذ في النوم ديالي ونكون هنا من الاولين حاضرين هنايا. فقط ما سهلاش هذه اللحظه هذه بالاخص العائله والقريبه عائلته والعيال، ما سهلش الحمد لله على سلامته ولو باللي خرجنا هكا بعد الصحه هذه، المهم ما سهلش الحمد لله. شكرا سي نور الدين، حنا باقيين غاديين مع العائله ديال شفيق العمراني. شفيق العمراني كيركب في السياره اللي امامنا، والعائله ديالو فرحانه به، فرحانه بالافراج عليه. كانت مده ديال 3 شهور ماشي سهله، او 3 شهور راه كانت تقريبا 89 يوم اضراب عن الطعام تحت شعار البراءه او الشهاده. خويا تاج الدين شي كلمه خويا؟ صراحه اللي اثر فيه بزاف هو الموقف ديال هذا السيد سبحان الخالق العظيم. يعني كنت نتبعو في تواصلت معاه مره وحده لهين في امريكا، ولكن دابا تصدمت بالموقف ديالي. هذا الانسان اللي خارج في هذيك الحاله وباقي صامد على وثابت على الموقف ديالو، شوف انه كيقف ولا ماشي قلت الموقف، كيفاش كيدافع على الصحفيين، كيفاش دافع على الريسوني، كيفاش قال لك كلمه الحق، يعني عظيم 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 عظيم. هما الناس سبحان الله العظيم، رغم انه قلت لك يلاه خارج ومكرفس وكذا، شوف لا حول ولا قوه، يعني موقف ما شاء الله، يعني اثر فيه بزاف هذا الموقف ديال شفيق العمراني. المهم كنتمناهم الله عز وجل ان صافي هذا الزمان ديال العبوديه وهادشي ديال القمع وكذا كافى. واش كتوقع انه تفتح صفقة جديدة في المجال الحقوقي المغربي او لا يغير الله ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم؟ صحيح، والقاعدة العلمية هي كتقول ان الله يغير بالسؤال ما لا يغير بالقران. باش نكونوا واضحين في هذه القضية والرسالة واضحة، ما غنتمناو شي حاجة ما كاينش ما عمرها ما غتكون ما عمرها ما تتحقق، لاننا علاش كنعيشوا واحد الزمان ديال السادية. هاد الناس كيعرفوا غير المصلحة الخاصة، ما كيفكروش في المواطنين بمرة، يعني عبارة عندهم يعني شي حاجة كتحس في النفس اخويا سميتو. اما باش غيبقى الشعب ينتظر شي حاجة او يجي على يديهم ولا من طرفهم، والله العظيم عمل كان صغير غير جدي وخصو يجي كيما قلت لا يغير الله ما بقوم حتى يغير بانفسهم. ما ديال الكلمة ديالي انا في هذا الباب، ونتمنى الحرية للجميع السياسيين وجميع معتقلي الرأي العام. امام المنزل ديال امام البيت ديال شفيق العمراني. الحمد لله شفيق العمراني كيوصل
في هذه اللحظة كيوصل البيت ديالو، كيوصل أمام المنزل ديالو. شكرا لكم متتبعينا، شفيق العمراني عاد معكم. إذن الحمد لله على سلامة شفيق العمراني، وصلنا معه حتى الباب ديال المنزل ديالو. زيد لا طلعوا معايا الفوق لا غادي نقوم عيد الدواء شوف واش بنادم كان مضر. لا او او الله شوف 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 لا على لا احنا ضامننا. شوف جينا درنا وقفات امام المحكمه هذاك الشيء كيقول لي واش وصل فهمتيني، والضامن ضامننا معاك زعما على من الاعتقال ديالك حتى اليوم هذا، ومازال غنبقاو متضامنين معاك شفيق العمراني. كيف ما كتشوفوا شفيق العمراني، ومعروف شفيق العمراني بيني وبينكم شفيق العمراني كان غليط، يعني تقريبا واحد 106 كيلو. وشوفوا انتم كتشوفوا دابا انه ها الصوره فرق ما بين هذه الصوره اللي في التيشيرت وهذه الصوره هذو دابا الان 73 كيلو. الحمد لله الحريه لشفيق العمراني. ايضا حنا باقين غاديين مع شفيق العمراني للمنزل ديالو البيت ديالو. بسم الله سير بسم الله. البيت ديال شفيق العمراني شحال مرة مشيتي للسبيطار؟ جوج مرات. جوج مرات مشيت 6 7 8 ابريل، ومشيت 2 3 4 ماي هاد 3 ايام الاخرى. هادشي واش كيدقوهم ليا ديال تخثر الدم، هادو ديال تخثر الدم هادو دقوهم ليا كاملين. هادو تحس بالإرهاق سيدي شفيق؟ لا معليش معليش، جيب لي شي مهم بعدا كون فطر عاد باش لا خصني نفطر باش نشرب الدم دور. واحد هاد ثلاث الأرباع ما صمتش، صمت النهار كامل باستثناء ثلاث الأرباع. لا لكن ممكن نخليو تاكل. لا معليش صح، يعني راه محنا بمعنى الكلمه محنا. هذيك المشيه الاولى اللي مشيت ديال 6 7 8 ابريل كانوا لقاو عندي نسبه طايحه ديال البوتاسيوم، كان عندي لو ليفل ديال البوتاسيوم، المساله اللي اثرت على القلب ديالي بواحد الشكل فظيع. ومشيت لان كان الجسم ديالي كامل تلج، كنت بردت كامل، وكان اللون ديالي بياض، السعرات الحراريه ما بقاتش في الجسم، كان اللون ديالي بياض ما بقاش بحال هكا، يعني كان اللون ديالي بياض والجسم ديالي فروزن برد تكلاسيت. هذه 6 7 8 ابريل هذه المره كانت نوبه قلبيه، يعني غيبوبه وكذا مع الليل. والشكر كبير بزاف واحد الانسان ما عمر ما نسى له خيره، هو الدكتور سامي عبد الرزاق، كلشي كيشكره، اللي خدام في السجن العكاشه. السجن ديال العكاشه يعني لف هذيك 3 ايام الاولى اللي مشيت للمزقله هذه الرهري، يعني بعد الله سبحانه وتعالى تعتق الروح ديالي. هذه المره هذه بعدا ديال 2 3 4 جا مسكين مع نصاصات الليل، كان في دارو جا عفطه وحده جا طاير، تعجبت بالسرعه القياسيه. السيد كان معنا جاب بالسياره جا مورانا، ايت مخلينا في الزنقه كان تابعنا الطونوبيل. هذيك وقيله راه ديال الاخرين اللي كان كيسول. لا واحد صديق ديالنا المره الاولى كان عندي مشكل في البوتاسيوم، وهذه المره كانت نوبه قلبيه. داروا لي كوغرافي المره الاولى
لقاو بان شي عرقنبوشي، داروا المره الثانيه باش يتاكدوا لقاو ثاني عرقنبوشي. من بعد مشينا درنا بعض التحاليل، ها هما درنا ما يسمى كنظن سميتها القسطره، اللي كيدير فيه ثلاثه العروقه ولا الصمامات. نهار الاثنين للسبيطار عطاوني اربعه ديال هاد ديال هذا اللي كيجري الدم، لحقاش كان عندي تخثر الدم، هذا حتى هو ضد تخثر الدم، لان الاضراب عن الطعام ما يمكنش واحد ماشي مضرب عن الطعام ويتخثر له الدم وتجي نوبات قلبيه ويهبط له الليفل ديال البوتاسيوم. ها هو خويا يعني خويا شفيق مزيان، بغينا كيفاش كنتي تهز الزوجه ديالك في المطار، كيفاش تم الاعتقال ديالك؟ الزوج ان هذا الانسان هذا انسان ارهابي، طلعت على وثيقه كنتي قبل كنتي في الزياره عند محمد حاجب. لا لحقاش الروايه ديال الرسميه ديال المغرب تقول بان هذا الانسان ارهابي متورط بالارهاب وزار افغانستان وما عرف شنو دار تما، ربما ما عرفش شنو دار، ولكن ارهابي. طلعت على وثيقه في الموقع ديال الامم المتحده تقول فيه بان المعتقل السياسي السابق الاستاذ محمد حاجب بريء وما عنده حتى علاقه بالارهاب، وكطالب بهذه الوثيقه اللي في الموقع ديال الامم المتحده تطالب باطلاق سراح الاستاذ محمد حاجب فاش كان باقي رهن الاعتقال. دونك انا سمعت الامم المتحده وسمعت الروايه الرسميه ديال المغرب ومشيت نسمع من المعني بالامر اللي هو اللي معني بالامر. شديت الطياره من ميريكان حتى لامستردام في هولندا، وعورت بواحد الصديق عزيز جدا اللي هو الصديق العالي جدا الدكتور يونس بالمالحه الملقب بانكشاريه، لحقاش كان فايت مشى كضيف شرف عند المعتقل السياسي السابق الاستاذ محمد حاجب في اطار حضر لواحد التصوير ديال فيديو وثائقي كانت صورت واحد الاذاعه وطنيه المانيا مع المعتقل السياسي السابق الاستاذ محمد حاجب، دونك كيعرف الدار ديالو. فمشيت عند الصديق ديالي الدكتور يونس بالمالحه وقلت له الله يجازيك بخير، غادي ديني لمدينه دويسبورغ في المانيا عند هذا المعتقل السياسي السابق استاذ محمد حاجب. وفعلا داني وسمعت له ودرت لايف وعطاني الراي ديالو. سمعنا الروايه الرسميه ديال المغرب، سمعنا الروايه ديال الامم المتحده، مشيت نسمع الروايه ديال المعني بالامر. وللاشاره فاش تعتقل في مطار الرباط سالا وجابوني لكازا، وقبل ما يجيبوني لكازا طوطحوا بيا في الرباط، كان عندهم واحد الارتباك كبير ما عرفوش فين يديوني. الحمد لله ما داونيش دفنوني في شي روضه. المهم بقاو تيطوطحوا بيا في الرباط، في الاخر جابوني للفرقه الوطنيه الشرطه القضائيه لكازا. المشكل الكبير هو ان اول ما بداو تيسولوني هو الحوار الاول اللي درت مع المعتقل السياسي السابق استاذ محمد حاجب. الاستاذ حمادي حاجب يا على سلامتك سيدي شفيق، والحمد لله الحمد لله. البوتاسيوم هذا البوتاسيوم مغتال، بلا ماكله مغتال، خصو ضروري الماكله. ف انا مضرب عن الطعام، عطاوني معاه اوميبرازول. اوميبرازول الدور ديالها هو هذيك كتعطى للناس اللي تيكون عندهم اتش بيلوري. الدواء اللي كتاخذ ديال اتش بيلوري تقدر اللي دير لك التهابات ديال الجدار الداخلي ديال المعده، تعطيك هذا الاوميبرازول باش تحمي الجدار الداخلي ديال المعده. فكنت كناخذ هاد الدواء اللي مغتال مميت، هاد كيهبط المعده بحال الماء القاطع بلا ماكله، خصو ضروري الماكله، ومع ذلك ما كليتش. وللاشاره البروفيسورات في 6 7 8 وكذا، راه فاش كنمشي لموريزكو راه بالتعوريط تيزاوقوا انسانيا تيزاوقوا، تيقول لك راه خصك تاكل، راه مستحيل فكاش غتفكك. قلت لهم انا محكوم حتى الاستماعي، الا ما زادونيش حتى نزادو شي 18 عام اخرى ولا 28 عام. المهم حاليا راه انت تستمع الوقيته ديالها.